بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الحادي عشر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قصة مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه في صورة رجل يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذلك تعليم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أمور دينهم. وقد أخذنا الجزء الأول من الحديث وهو السؤال عن الإسلام وجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والكلام الآن في الجزء الثاني من الحديث وهو السؤال عن الإيمان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. والإيمان صفة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده. قال الله سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن من الله عليه بالإيمان فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله جل وعلا أعد الجنة بما فيها من النعيم المقيم والأجر العظيم للمؤمنين. فالجنة دار المؤمنين ودار المتقين،
هذا هو الإيمان. وقد عرف العلماء الإيمان بأنه هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان. قول باللسان بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتحقق هاتين الشهادتين علما وعملا وصدقا وإخلاصا ومتابعة وانقيادا، واعتقاد بالقلب بأن يعتقد قلبك ما ينطق به لسانك أن يعتقد قلبك ما ينطق به لسانك من الشهادتين وكل ذكر لله عز وجل. فالنطق باللسان بدون اعتقاد القلب لا يفيد شيئا، فإن المنافقين كانوا ينطقون بألسنتهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويذكرون الله، ولكن لا يؤمنون بقلوبهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم، فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، ولم ينفعهم النطق باللسان، لا بد من اعتقاد القلب. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم ويعتقدون ذلك ويؤمنون به. وعمل بالجوارح، وذلك بأن تؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليك من فرائض وواجبات وسنن ومستحبات، تعمل وتتحرك بطاعة الله بالصلاة والصيام وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وكذلك من جميع الطاعات الواجبة والمستحبة، وأن تترك ما حرم الله من المعاصي والسيئات بجميع أنواعها، فهذا هو العمل بالجوارح. وبذلك يجتمع الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان يجتمعان، يزيد بالطاعة كلما أطاع العبد ربه، وكلما فعل طاعة من الطاعات زاد بها إيمانه، فالإيمان يزيد، يزيد بالطاعات القولية والفعلية والمالية، كلما أطاع العبد ربه زاد إيمانه، وكلما سمع القرآن أو تلا القرآن زاد إيمانه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الإيمان يزيد بتلاوة القرآن واستماع القرآن، ويزيد بفعل الطاعات حتى يكون أمثال الجبال، يكون إيمانا عظيما ينمو ويزيد. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات،
وينقص بالمعاصي. كل ما عصى المؤمن ربه نقص إيمانه، حتى ربما يكون إيمانه بمقدار حبة خردل أو أضعف من ذلك. الإيمان يضعف مع المعاصي، كل ما صدرت من المؤمن معصية نقص بها إيمانه، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا مقدار حبة خردل أو أقل من ذلك، وربما يزول الإيمان بالكلية فلا يبقى مع صاحبه ولا حبة خردل، نسأل الله العافية. المعاصي تنقص الإيمان، تنقصه حتى ربما تقضي عليه قضاء تاما فيخرج صاحبه من الإيمان إلى الكفر. فبذلك يحذر المؤمن من المعاصي والسيئات، لأنها خطر على إيمانه وعلى دينه. المعاصي تنقص الإيمان وتسحب منه حتى لا يبقى منه شيء أو يبقى منه شيء قليل جدا، ويكون إيمانا ضعيفا على خطر عظيم من الزوال. فالمؤمن يتجنب المعاصي والسيئات وإذا وقع في شيء منها، لأن الإنسان ليس بمعصوم، إذا وقع في شيء من المعاصي فليبادر بالتوبة، ليبادر بالتوبة والاستغفار. ومن تاب إلى الله واستغفر الله تاب الله عليه وغفر ذنوبه ومحى عنه سيئاته. إنما الخطر على الإنسان الذي يعصي ثم يعصي ثم يعصي ولا يتوب. فهذا معنى قولهم يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا تغفل أيها المسلم عن إيمانك، عليك أن تنميه بالطاعات وتجنب المحرمات والمعاصي، وإذا وقعت في شيء منها فلتبادر إلى التوبة الصادقة والاستغفار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه هي التوبة. وهذا الإيمان الذي سمعتم تعريفه له أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لسؤال جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، هذا الركن الأول. والإيمان بالله، والإيمان بالله معناه التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق لكل شيء والمدبر لجميع الأمور، وأن تعبده وحده لا شريك له، وأن تؤمن بما له من الأسماء والصفات. فالإيمان يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء وأنه مالك الملك وأنه المدبر للكون وأنه الذي يحيي ويميت وأنه الذي يرزق ويعطي ويمنع وأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، لا راد لما قضاه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وتوحيد الألوهية بأن تعبد الله، تخلص له العبادة جميع أنواع العبادات من صلاة وصيام وذكر لله وزكاة وحج
وجميع أنواع الطاعات تخلصها لله عز وجل، لا تصرف منها شيئا لغير الله، لا دعاء ولا استغاثة ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة، كل ذلك تخلصه لله عز وجل، لأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والجن والإنس، لا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، سواء كان ذلك المصروف له جنيا أو إنسيا أو حجرا أو شجرا أو قبرا أو وليا أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء. العبادة لله وحده لا شريك له. وكذلك تؤمن بأسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه وسمى بها نفسه، أو وصفه بها رسوله أو سماه بها رسوله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وكثير في القرآن ما يختم الله الآيات بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله عز وجل، بأن تفرده سبحانه وتعالى بكل ما يستحقه من العبادة والإجلال والكمال والذل والخضوع والعبودية له سبحانه وتعالى، لأنه ربك وهو خالقك وهو الذي يملك أمرك وهو الذي يثيبك وهو الذي يعاقبك إذا خالفت أمره. فيجب عليك أن تؤمن به سبحانه وتعالى وحده إيمانا صادقا لا يزعزعه شك أو تردد. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الركن الأول، أن تؤمن بالله. الركن الثاني أن تؤمن بملائكته، والملائكة عالم من عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، خلق الملائكة من نور، وخلق الجن ومنهم إبليس خلقهم من النار، وخلق آدم من تراب، وخلق ذريته من سلالة، خلقه من سلالة من طين، وخلق ذريته من ماء مهين.
كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك. الملائكة خلقهم الله من النور، وهم عالم عظيم في السماوات لا يعلم عددهم ولا عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعبدون الله، سبحون الليل والنهار لا يفترون، كما وصفهم الله سبحانه، بل عباد مكرمون، يعني الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم يطيعون الله عز وجل. والله جل وعلا دبرهم بأن ينفذوا أوامره في هذا الكون، الملائكة ينفذون أوامر الله في هذا الكون، فمنهم الموكل بالوحي الذي ينزل به على الأنبياء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوم ثالثة، ثم يكون مضغة، يعني قطعة لحم مثل ذلك، يعني 40 يوم، هذه 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هؤلاء موكلون بالأجنة في البطون، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بقبض الأرواح وملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله أعوان، ملك الموت له أعوان من الملائكة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هؤلاء موكلون بقبض الأرواح، ملائكة ولهم رئيس من الملائكة يرأسهم، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، الملائكة الحفظة يلازموننا بالليل والنهار، يكتبون ما يصدر منا من الأقوال والأفعال ويسجلون ذلك، سواء كانت خيرا أو شرا، فما منا من أحد إلا وموكل به ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء موكلون بحفظ أعمال بني آدم، يتعاقبون فيكم ملائكة، كما في الحديث الصحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ملائكة ينزلون بالليل يحفظون أعمالكم إلى أن يطلع الفجر، ينزلون في وقت صلاة العصر، ويستمرون معنا إلى صلاة الفجر، ثم ينزل ملائكة آخرون فيلازموننا بالنهار من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. في صلاة الفجر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون معنا صلاة الفجر، ولهذا قال جل وعلا: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر،
إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر، يجتمعون في صلاة العصر، فيصعد الذين كانوا معنا في النهار ويبقى ملائكة الليل، وفي الفجر يصعد الذين كانوا معنا في الليل ويبقى ملائكة النهار، يتعاقبون، يتعاقبون مع بني آدم. فعلى المسلم أن يستحضر ذلك، وأن يستحضر أنه محاط بالملائكة يسيرون معه ويجلسون معه ويكتبون معه كل ما يصدر منه من قول أو عمل صالحا أو سيئا، واحد يكتب الأعمال الصالحة والآخر يكتب الأعمال السيئة. والإيمان بالملائكة له فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان يتحفظ أن يصدر منه شيء، أن يصدر منه عمل سيء فيسجلونه عليه، ويثق أيضا أنه لا يضيع له عمل صالح أبدا، فإنه محفوظ ومسجل، كان سواء كان عملا صغيرا أو كبيرا، ما يضيع لك شيء أبدا، ولا يترك لك شيء أبدا من السيئات، كلها تكتب وكلها تعرض عليك يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء هم الملائكة الذين يجب الإيمان بهم، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة. والركن الثالث الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على الرسل لأجل هداية الخلق. الله جل وعلا أنزل على الرسل كتبا فيها هداية الخلق، فيها الشرائع وفيها الأوامر والنواهي، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن أعظمها ثلاثة الكتب: التوراة والإنجيل والقرآن. هذه أعظم الكتب وأعظم الثلاثة هو القرآن العظيم. القرآن العظيم هو أعظم الكتب، وهو المهيمن على الكتب، والزبور الذي أنزله الله على داود، صحف إبراهيم وموسى، نؤمن بها كلها، نؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل، ما أنزله علينا وما أنزل على من كان قبلنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنؤمن بجميع الكتب. فمن آمن بكتاب وجحد كتابا فإنه كافر بالجميع. من آمن بجميع الكتب كلها إلا كتابا واحدا فإنه يكون كافرا بجميع الكتب، لأنها كلها من عند الله، فلا يجوز أن يؤمن الإنسان ببعضها ويكفر بالبعض الآخر. أفتكفرون ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولهذا أمرنا الله أن نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، فنؤمن بجميع الكتب. أما من يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها فإنه كافر بجميعها.
لأنها كلها من عند الله عز وجل، كلها حق، كلها يصدق بعضها بعضا، فيها هداية الخلق، فيها بيان الخير من الشر والإيمان من الكفر، فيها الهدى من الضلال. الله أنزلها رحمة بعباده سبحانه وتعالى. والرابع، الركن الرابع، الإيمان بالرسل، الرسل الذين اختارهم الله من البشر، يجب الإيمان بهم جميعا. أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فجميع الرسل يجب الإيمان بهم من أولهم إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بواحد منهم فإنه كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن كفر محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بجميع الأنبياء. النصارى لما كانوا كافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين بجميع الأنبياء. وهكذا كل من كفر برسول واحد، بنبي واحد، فإنه كافر بالجميع، ولا ينفعه إيمانه ببقية الرسل، لأن الكفر بنبي واحد كفر بالجميع، لأنهم كلهم رسل الله، لا نفرق بين أحد من رسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب، هذا هو الإيمان. أما الذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض فإنه يكون كافرا بالجميع، ولا ينفعه الإيمان بمن آمن به منهم، بل هو ليس مؤمن بمن يزعم أنه مؤمن به منهم. الخامس، الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر، اليوم الآخر هو اليوم الذي بعد الدنيا. فاليوم الأول هو الدنيا، واليوم الآخر هو اليوم الذي بعد الدنيا، وهو البعث والنشور. فإن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، هؤلاء الذين ماتوا ودفنوا في القبور ودرست قبورهم وبليت أجسامهم وتفرقت عظامهم وتشتتت شعورهم وفنيت لحومهم وصاروا ترابا، إذا شاء الله سبحانه وتعالى فإن الله يبعثهم من القبور، ويقومون من القبور كما خلقوا أول مرة، كما قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق يعني ماتوا جميعا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة، الأولى نفخة الصعق، والثانية نفخة البعث، نفخة البعث. وهذا يسير على الله سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الذي خلقكم أول مرة وأوجدكم من عدم وجعلكم بشرا تنتشرون
وتمشون على وجه الأرض وأنتم في الأول عدم، ليس لكم وجود، أليس قادرا من باب أولى على أن يعيدكم؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فالذي قدر على البدء قادر على الإعادة، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهنا شاهد ترونه أنتم، وهو أن الأرض تمرون عليها وهي يابسة هامدة، ليس فيها عود ولا ورقة، كلها هامدة ميتة. ثم ينزل الله عليها المطر، ثم بعد أيام تأتونها وهي خضراء رابية تهتز بأنواع النباتات وأنواع الزهور وأنواع الأشجار. من الذي أحياها بعد موتها؟ كانت بالأمس يابسة هامدة، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا هو الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فيبعث الله سبحانه وتعالى هذه الأجسام الفانية في القبور ويعيدها كما كانت في الخلق الأول متكاملة، ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح من القرن والصور، كل روح إلى جسمها، ثم يحيى هذا الجسم ويتحرك، ثم يخرجون من القبور يمشون إلى المحشر، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. خش عن أبصارهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يبعثهم الله من قبورهم ثم يقومون منها، ثم تنفخ الأرواح في الأجساد، ثم يمشون من قبورهم إلى المحشر، ما يتخلف أحد ولا يتغيب أحد، كلهم يمشون إلى المحشر في صعيد واحد يجمع الله فيه الأولين والآخرين. ثم يأتي بعد ذلك الحساب على الأعمال، ثم يأتي بعد ذلك وزن الأعمال في الميزان، وزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وهم أهل السعادة، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره وهم أهل الشقاء والعياذ بالله.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، يفرح ويقول للناس اقرأوا كتابي، يعني فيه ما يسر. الإنسان إذا كان معه كتاب فيه شيء يسر وده أن الناس يطلعون عليه، ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وين الأيام الخالية؟ الدنيا، بما أسلفتم في الدنيا من الأعمال الصالحة، لأنكم حفظتم أعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا جزاؤكم عند الله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية، أيام الدنيا، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل. وأما من أوتي كتابه بشماله، يده اليسرى والعياذ بالله، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضي. يقول ليتني على موتتي ما بعثت، ليتني ما بعثت، ليتني على موتتي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. كان له في الدنيا أموال قصور وأرصدة وجاه ومكانة، هذا ما أغنى عن شيء لما لم يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، حجة، ما له حجة، سلطان الحجة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تدخل فيه السلسلة من فمه وتخرج من دبره والعياذ بالله. اسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك، 70 ذراع سلسلة من حديد والعياذ بالله، يسلك فيها والعياذ بالله 70، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السبب ما هو؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم، يقول ما فيه رب ولا فيه بعث ولا فيه حساب، هذه خرافات، ما فيه إلا الحياة الدنيا، يقول هذا. كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ما كان يؤدي الزكاة، ما كان يؤدي الزكاة التي أوجبها الله في ماله، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني صديق ينفعه أو يدافع عنه، ولا طعام إلا من غسلين، من صديد أهل النار، طعامه من صديد أهل النار والعياذ بالله. والصنف الأول كلوا واشربوا هنيئا بما في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهذا ليس له طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية، لا يأكله إلا الخاطئون. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ولا يكفي أنك تصدق باليوم الآخر، ما يكفي هذا، لا بد أن تعمل. إذا صدقت باليوم الآخر وأنه لا بد من وقوعه، وأنك لا بد من أن تلقى هذا اليوم، ولا بد أن تبعث وتجازى، فإنه لا بد أن تستعد، تستعد لهذا اليوم بالأعمال الصالحة والتوبة من السيئات قبل الممات، تستعد لهذا اليوم، تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. إني ظننت أني يعني أيقنت أني ملاق حسابي، فلما أيقن أنه ملاق حسابه ماذا عمل؟ عمل الطاعات وتاب من السيئات واستعد للقاء هذا اليوم. ولهذا قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالإيمان باليوم الآخر يبعث على العمل، على العمل الصالح والتوبة من السيئات والإكثار من الطاعات
هذا هو الذي هذه ثمرة الإيمان باليوم الآخر. أما الذي يؤمن باليوم الآخر لكنه لا يعمل فهذا لم يستفد من إيمانه، لم يستفد من إيمانه شيئا. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وهو البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار وما يكون يوم القيامة. وأول منازل الآخرة القبر، أول منازل الآخرة القبر، والقبر قريب أقرب إليك من شراك نعلك، والله ما تدري في أي ساعة تنقل إلى القبر، وربما يكون نقلك إلى القبر قريبا ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالقيامة قريبة منك، لا تحسب أن القيامة بعيدة، القيامة قريبة منك، متى ما مت دخلت في القيامة، متى ما مت دخلت في اليوم الآخر. أوله القبر، حينما يوضع الميت في قبره ويتولى عنه أصحابه بعد الدفن، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان في القبر، يأتيه ملكان، لأن القبر من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيجلسانه، تعاد روحه في جسده ويجلسانه. هذه حياة برزخية، ما هي مثل حياة الدنيا، حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. القبر من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بما صح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: صدقت. فيوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق، المنافق الذي كان في الدنيا يظهر الإيمان وفي قلبه الكفر والعياذ بالله، فهذا إذا جاءه الملكان في قبره وقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإنه لا يدري ما الجواب، يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: كذبت. ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من سمومها وعذابها، ويقال له: هذا مرقدك إلى أن يبعثك الله. فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم ما بعد الساعة أشد من مما هو فيه الآن. فالقبر إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة، وهو أول منازل الآخرة. من نجا منه نجا مما بعده، ومن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انظروا إلى سبب التثبيت، ما هو؟ الإيمان. ثبت الله الذين آمنوا، سببه الإيمان. سبب الإضلال ما هو؟ الظلم، ويضل الله الظالمين، ظلم الشرك والعياذ بالله والنفاق. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فظلم الشرك وظلم النفاق هو الذي يصيرهم إلى هذا المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
والقدر هو سر الله سبحانه وتعالى، وهو أن تؤمن أنه لا يجري في هذا الكون، ما يجري في هذا الكون من شيء إلا بأمر الله وخلقه ومشيئته سبحانه وتعالى. لا يكون في هذا الكون إلا شيء أراده الله وقضاه من الخير والشر والجوع والشبع والغنى والفقر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية والموت والحياة والفقر والجدب والخصب وغير ذلك، لا يجري في هذا الكون إلا ما قضاه الله وقدره، وأنه لا يجري عليك إلا ما قدره الله عليك وقضاه. أن تعلم أنه لا يصيبك، أن ما أصابك لن يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يتضمن 4 أشياء. الشيء الأول الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون، علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به سبحانه أزلا وأبدا، علمه الشامل الذي لا يخفى عليه شيء. الله علم كل ما يكون في هذا في هذا في هذا الكون من أوله إلى آخره، لا يكون شيء إلا وقد علمه الله في الأزل. ثم المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكل ما يجري في هذا الكون من أوله إلى آخره فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فكل ما يجري في هذا الكون فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك ما في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثانية الكتابة، فلا يجري في هذا الكون في العموم أو بالخصوص إلا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مشيئة الله، أنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده سبحانه وتعالى، لا يجري في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، كله بمشيئة الله. المرتبة الرابعة أن الله خلق كل شيء، فلا يكون في هذا الكون إلا ما خلقه الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالإيمان بالقدر يتضمن هذه الأمور الأربعة، لابد تؤمن بها جميعا: علم الله الشامل لكل شيء، أنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن ما يجري في هذا الكون كله بمشيئة الله وإرادته، أن ما يجري في هذا الكون هو خلق الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالقدر. هذه أركان الإيمان الستة، وهذا شرحها على سبيل الاختصار والإجمال، وهي أركان عظيمة، والإيمان ليس مقصورا عليها، لكن هذه الأركان أركان فقط، وبقية الطاعات وبقية الأعمال وبقية النيات الصالحة كلها مكملات. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، 70 شعبة أو 60 شعبة، أعظمها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان له شعب كثيرة، كل أفعال الخير كلها من شعب الإيمان،
كل أفعال الطاعات كلها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فحبك الخير لأخيك هذا من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بالمؤمن الذي يبيت وجاره جائع، الذي يبيت شبعان وجاره جائع. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قالوا: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي خيانته. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كل هذه من خصال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذه الصفات: من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وبرد اليقين، نسأل الله الكريم من فضله. فالإيمان له أركان لا بد من قيامه عليها، وهي التي بيّنها صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وله شعب كثيرة وله خصال. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإيمان ليس مجرد دعوة
وإنما هو حقيقة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لسماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء على هذه الكلمات النافعات، سائلين الله أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه. ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول، يقول السائل: سمعنا الناس يقولون أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هل هذا القول صحيح؟ هذا القول غير صحيح، وهذا من عند القائل ولا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة، يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل في البدع شيئا حسنا، وإنما قال كل بدعة ضلالة. فهذا الذي يقول إن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا يصادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول لا، البدع منها شيء حسن، ما هذا القول؟ نسأل الله العافية. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يفعل ذلك؟ أفتونا مأجورين. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة ولا تحلفوا بالكعبة. فلا يجوز الحلف بمخلوق، وإنما الحلف بالله عز وجل، فلا يحلف بالنبي ولا بالكعبة